بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام. إياك أن تنام في هذا الوقت، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله من النوم في هذا الوقت، وحذر أهل البيت عليهم السلام جميعا من النوم في هذا الوقت، وقالوا بأن من ينام في هذا الوقت إنما هذا نوم الشؤم ونوم الحرمان، أي أن الإنسان يحرم من الخير الكثير، ونوم شؤم يجعل الإنسان لا خير فيه، لا خير في بدنه، لا خير في روحه، لا طاقة في بدنه، لا طاقة في روحه، إلى غير ذلك. ما هي هذه الساعة؟ رجاء استمع، رجاء استمعي. قال الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله محمد ابن مسلم عن النوم بعد صلاة الفجر، فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة. يحذر الإمام الصادق عليه السلام بكراهية النوم في تلك الساعة. لماذا؟ لأن الله يبسط الرزق في تلك الساعة. الرزق بمعنى المال، العافية، التوفيق في قضاء حاجة، في الدراسة، في طلب الزواج، في طلب الحاجات الأخرى المنزلية العائلية، في العمل، حل مشكلة، في أي ما يخطر في بالك. الرزق ليس فقط المال، بل كل ما يخطر في بالك. لذلك نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام عبر عن النوم يعني بعد الفجر، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: نوم الغداة أي بعد الفجر شؤم، يحرم الرزق، يحرم الرزق ويصف يعني ويصفر اللون. وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، فكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه، احتاج إلى السؤال والطلب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن الجلوس بعد صلاة الفجر والتعقيب حتى طلوع الشمس لهو أكثر رزقا من أنك تقوم وتخرج خارج البيت وتسعى في الرزق، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك في تلك الساعة رزق أكثر مما يكتب لك لو أنك قد خرجت خارج البيت. ولا يأتي فلان يعني بسذاجة ويقول: هل هذا معناه بأنه لا نخرج خارج البيت؟ لا، وإنما هناك رزق مكتوب، وهذا الرزق المكتوب الذي يأتي بتعب ويعني بشدة و يعني بجهد كبير، ولو كان رزقه يعني ولو كان فلان غنيا، ولكن يأتي هذا الغنى بتعب وبشدة وبسهر وكذا. ولكن هناك رزق يأتي هنيء، الرزق الهنيء هو الذي يكتب بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، الرزق الهنيء، الرزق الذي يأتي إليك بعافية من دون تعب، من دون أي جهد، وإنما الله سبحانه وتعالى يضيفه من فضله. حتى أن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال الله عز وجل واسألوا من فضله، قال: بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هنا الله سبحانه وتعالى يعطيك من فضله، يعطيك من رزقه الذي لم يكتب لك، يكتب لك بعد ذلك، يكتب لك رزق إضافي. لذلك كثير ما حذر النبي، كثير ما حذر أهل البيت عليهم السلام بأن الإنسان لا ينام بعد صلاة الفجر، لأنك سوف تحرم من رزقك، وبأنك سوف تنام نومة مشؤومة عند الله وعند أهل البيت عليهم السلام، وتجعلك دائما متشائما متعبا إلى غير ذلك. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل في المقسمات أمرا، قال: الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه. والرزق كما قلنا بكل المعاني، سواء العافية، سواء الصحة، سواء الشفاء، سواء الدراسة والنجاح فيها، في كل مشروع في حياتك. الإمام الباقر عليه السلام يقول: النوم في أول النهار خرق، خرق
يعني نوع من الحماقة تدخل، نوع من الحماقة. ولذلك نجد هذا التحذير الكثير من أهل البيت عليهم السلام في النوم في تلك الساعة. نعم، سيأتي فلان ويقول بأن الدنيا قد تغيرت، والأوضاع قد تغيرت، والأمزجة قد تغيرت، الناس بدأوا يسهرون لساعات طويلة، ولذلك هم ينامون ويحتاجون إلى النوم بعد صلاة الفجر. هذا شأنهم، هذا شأنهم. نعم، إذا كان الإنسان يتطلب منه أن يسهر الليل لأجل العمل، لأجل قوت عياله، أعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعذره وسوف يعطيه رزقه ويعطيه من فضله. نحن نتكلم مع الشخص الذي ينام بعد صلاة الفجر بلا عذر. لماذا؟ لأنه يسهر، لأنه أصلا لا يرتب وقته ولا ينظم وقته لكي يبقى جالسا بعد صلاة الفجر. أما أصحاب الأعذار، لا، أصحاب الأعذار فالله سبحانه وتعالى لا يحملهم فوق طاقتهم. إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يجلس بعد صلاة الفجر، الله يعذره، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره لو كان يجلس فيه عند الفجر. يعني هنا نقطة جدا مهمة أيها الأخوة، متى الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر؟ إذا كنت مريضا، يعني وكأنما أنت قد جلست من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. إذا كنت قبل المرض، إذا كنت قبل المرض كنت من الذين يجلسون قبل، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أما إذا كنت قبل المرض لا تجلس فليس لك أجر ولو كنت مريضا. يعني خشى أن البعض يسمع هذه الرواية ويقول بأن المريض إذا وقع في علة ما فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يعمله في صحته. نعم، ما كان يعمله في صحته، فإذا كنت أنت في صحتك وفي حالتك الجيدة لا تعمل شيء فلا يكتب لك شيء. كذلك الإنسان المسافر اليوم، أنا لا أستطيع أن أجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس نتيجة تعب السفر، متى يكتب الله سبحانه وتعالى لي أجر من بقي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ إذا كنت قبل السفر أنا من الذين يجلسون ما بين الطلوعين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. عرفنا الآن؟ ربة البيت كذلك يوم من الأيام سهرت، تعبت على أولادها، تعبت في تدريسهم، لم تستطع البقاء من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، متى يكتب لها الثواب والأجر نفسه؟ إذا كانت في الأيام العادية تجلس، أما إذا كانت لم تجلس فلا شأن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لا يعطيها شيء. عرفنا الآن؟ فإن الله عادل. نعم، الله يجازيها على كل ما تفعله لأجل أولادها، هذا الشيء، ولكن الجلوس في هذه الساعة شيء آخر. لذلك على كل الأحوال حذر النبي وأهل البيت عليهم السلام من النوم في تلك الساعة. ولا يأتي فلان ويقول لماذا الله لم يرزقني، لماذا الله معرقل علي رزقي، لماذا الله لا يقضي لي تلك الحاجة، لماذا لا يعطيني الله من فضله، لماذا كذا. يا أخي اجلس، اجلس وجرب بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، انظر إلى نفسيتك كم تتغير، ليس فقط من الناحية المادية، حتى من الناحية النفسية وضعيتك إيش قد تتغير إلى الأحسن والأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك من نوره هذا النور الممتد معك إلى طوال النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، نحن وإياكم وفي خدمتكم إن شاء الله. برنامج صباحات الأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.